شكرا اختي اختي الله يولي برحمه الله راه اختي قديت والله تقديت والله عييت والله سعيد الله يولي برحمه الله الله يولي برحمه الله والله الله يولي برحمه الله كتشوفهم تبقى انا سوتي في هذه العائله زاو الام ديالهم كانت عندها 76 سنه مريضه في العواد بيطلعوا في السوق طلعوها في الدروز اللي قتل أو ولا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله هاد الناس هادو راه كيقول عناية من العناية لا عناية لا والو والله الحمد سي مصطفى شحال العمر ديال سي مصطفى خويا الله يولي برحمة الله 70 الله يولي برحمة الله الله يولي برحمة الله خويا كيف سمعت سبق أنا شوف تي في هاد السيدة هادي مريضة كتب عليها مسكينه باش تموت ولكن مع الاسف هناك الاهمال انا ملي جابوها المستشفى محمد الخميس بالعوض مرة كبيره باش طلعوها قالت ما كاينش حتى باياس باش طلعوها في السانسور ما كاينش السانسور قالوا لي ما خدامش طلعوها في الدروز مع الوقت اللي كتطلع المرأة في الدروز فقدت الروح مشات الروح توفات الله يرحمها في هذا النهار اليوم كتشوفوا معنا متابعي قناه شوف لي هنا واحد المجموعه ديال المعاناه ديال هنا ديال الناس اللي كيعانيوا في المستشفيات العمومية لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العائلة ديالها انهارت انهارت بكاء تفاجأ زين واخدين طلعة بيدها طلعة مع رجليهم طلعة مع عمدك تفاجأوا بين الأم ديالهم كتوفى رحمها الله نتمنوا لها المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى هذه المسؤولية ديال الناس ديال الصحة الناس ديال المسؤولية ديال الصحة واش مستشفى ما عندوش حتى باياس السانسور ما خدامش السانسور ما عرفتش علاش خدام شكون كيركب فيه السانسور السيده وفى الاجل ديالها الله يولي برحمه الله ولكن كانوا هما السبب هما اللي خلقوا السبب علاش الناس باش الانسان طلع في السانسور او لا طلعوا يديروا لها باياس او ما كاين لا بلونكا هذاك الباياس ما كاين لا والو لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل تشوفوا انا متبقى من المعاناة اذا الناس كتعاني هنا العائلة ديالها تصدموا لا حول ولا قوة الا بالله الانسان ما واش نجيب الام ديالو بيدو جايبها طلع على السبيطار تفاجئ بها انها كتوفى حسبي الله ونعم الوكيل
حول ولا قوة إلا بالله العظيم. شكرا لاصدقاء قناة شوب تي في، والى اللقاء في موسم اخر. نطلب لها الرحمه والمغفره باذن الله. الله وانا الى راجعون.